بالنسبه للنخبه الجزائريه احنا نشاركوا ب 55 عداء وعداءة، يعني 32 عداء و 23 عداءة. هذا يعني احنا يعني في الاول كان يعني من المفروض اللي يعني يشاركوا اللي دايرين الحد الادنى، ولكن العرس في بلادنا حبينا يعني نزيدوا يعني نفولو ايلارجير يعني لا بارتيسيباسيون يعني للعدائين الاخرين. في عدائين شباب اللي راح يشاركوا حتى ولو يعني ما نستناوش نتائج كبيره، ولكن تكون لهم مشاركه وهنا في البلاد، وممكن من يعني من على طريق هذه المنافسه تكون لهم تحفيز للمنافسات الاخرى. بالنسبه لتحضيرات العاب القوى يعني كانت لاباس بها، لان بنينا من بدايه السنه حتى الايامات الاخيره هما في تحضير. يعني بالنسبه لي بصفه عامه يعني كان تحضير منذ بدايه اكتوبر الى يعني ما قبل البطوله الافريقيه، وبعد البطوله الافريقيه كذلك درنا تربص صغير مؤخرا في الجزائر. فمنذ شهر اكتوبر العدائين يدخلوا يعني تربصات، حقنا حتى 6 تربصات يعني. وفيه كذلك بالنسبه للعدائين اللي داروا يعني الحد الادنى للمشاركه في هذه البطوله، يعني كان كذلك استفادوا من تربصات في الخارج مثل فرنسا تركيا، وخاصة العدائين يعني اللي عندهم توقيتات وعندهم يعني لي بيرفورمانس يعني اللي يعني تقدر تمكنهم باش يكونوا من عدائين يعني متكلين عليهم. والله بالنسبة للاختصاصات احنا عندنا اختصاصات متنوعة، ممكن شفتوا في البطولة الإفريقية مؤخرا يعني جبنا ميداليات يعني في كل يعني اختصاصات العاب القوى، جبنا في الرمد، جبنا في الوثب، جبنا في النصف الطويل، جبنا في السرعات يعني في الحواجز. فهذا شيء يعني ايجابي بالنسبه للالعاب القوى تاعنا. ونفس الشيء في هذا الالعاب البحر الابيض المتوسط، يعني ممكن نجيبوا في 110 متر حواجز، في 400 متر حواجز، نقدر نجيبوا في الوثب الثلاثي، لما لا في الوثب الطويل رجال تريكي ياسر مهمطار، في 800 متر نستناو يكونوا ميداليات، لان العدائين تاعنا الموسم هذا يعني حطموا ارقام يعني ذات مستوى عالمي، سجاتي جمال وحتحت ياسين، من المفروض ان شاء الله يعني يكونوا في المنصه في يعني سباقات الموانع 400 متر ستيب. يعني كذلك داروا يعني 8 دقائق و20 ثانيه و8 دقائق و21 ثانيه، اللي يعني ان شاء الله يعني يكونوا يعني فوق المنصه. وفيه يعني عدائين اخرين، ممكن عدائين جدد، لما لا سهل يوسف في 200 متر، بن جمعة عبد النور في 400 متر. حنا يعني هذوما شبان ممكن يعني يكونوا واحد اخرين يديروا يعني المفاجأة. احنا يعني البرونوستيك تاعنا كان 4 إلى 5 ميداليات، ولكن ان شاء الله يكونوا اكثر، خاطر ما يخفلكش بان يعني لما نقارن مع البطوله الافريقيه بالنسبه للمنافسات التقنيه تكون صعيبه شويه، المستوى يكون عالي، لان فيه البلدان خاصه الاوروبيه اللي عندهم يعني امكانيه في هذا المجال هذا، في البلدان دي زيبروف تكنيك مثل فرنسا ايطاليا اسبانيا، فهمتني. ولكن اظن العدائين تاعنا ممكن هما كذلك يكون عندهم يعني الحظ والقدره، ويعني هم متحفزين، خاصه لما شفنا يعني كذلك الميداليات اللي تحصل عليها فريق الكاراتي، ونهنئهم على هذا، فهذا كان تحفيز للرياضه تاعنا ولرياضيات اخرى ان شاء الله.